هاي، معكم مس شيماء جمال من قناة متعة التعليم. هنكمل معاكم الكاونتابل ناونز والانكاونتابل ناونز، الأسماء المعدودة والأسماء اللامعدودة في السوبرالاتيف. سوبرالاتيف اللي هي صيغة التفضيل، بس التفضيل هنا ما بين واحد ومجموعة أو واحد على المستوى الكلي، يعني مش ما بين اتنين، ما بين واحد ومجموعة كاملة أو ما بين واحد على المستوى الكلي. طيب احنا كنا خدنا طبعا في الفيديوهين اللي فاتوا ان في اربع كلمات بيعبروا عن الكثرة والقلة: many, much, few, little، وقلنا كل واحدة فيهم بتروح مع ايه بالظبط. وفي الفيديو اللي بعده في صيغة التفضيل ما بين اتنين، وقلنا بنستخدم more than, fewer than و less than. تقدروا ترجعوا للفيديوهين دول قبل ما نبتدي في الفيديو ده. النهاردة بقى هناخد لو أنا بعمل صيغة تفضيل ما بين واحد ومجموعة، بس بقول الأكثر. الأكثر يعني الأكثر في عدد معين أو الأكثر في كمية، سواء countable أو uncountable. كلمة الأكثر اللي يجي بعديها countable noun أو uncountable noun، يعني مش هتفرق ما بين الاتنين، اسمها the most. the most الأكثر دي يجي بعديها سواء اسم يعد أو اسم لا يعد، مش هتفرق. يبقى احنا خدنا بالنا ان في صيغات التفضيل سواء ما بين اتنين أو ما بين واحد ومجموعة، في الكثرة ما بتفرقش ما بين الذي يعد والذي لا يعد، لكن القلة بقى هي اللي بتفرق. طب خلونا الأول نكمل في الكثرة. the most الأكثر، يعني ناخد examples كده توضح لنا الدنيا أكتر. لما أقول my classroom has the most number of the students in the school. My classroom has the most number of the students in the school. يعني فصلي في أكتر عدد من الطلاب في المدرسة كلها. In the school. يبقى أنا هنا بقارن أو بعمل صيغة تفضيل ما بين فصلي أنا على مستوى المدرسة كلها. يبقى ما مش ما بين فصلي وفصل تاني، لأ، فصلي وعلى مستوى المدرسة كلها. وطبعا قلت هنا the most number of the students. number of the students اهو يعد، لان students بتجمع، يبقى عادي قلت the most. طب example تاني: Maryam has the most amount of rice in her family. Maryam has the most amount of rice in her family. يعني مريم عندها اكتر كمية من الرز في عيلتها. يبقى عملت صيغة تفضيل بين مريم وبين كل عيلتها، مش مريم وحد تاني، لأ، مريم وعيلتها كلها. ف the most amount of rice، أنا عارفة طبعا رايس الرز كمية، بدليل أنا قلت amount كم. يبقى إذن the most اللي هي الأكثر يجي بعدها countable noun أو uncountable noun، مش هتفرق. تمام، نيجي بقى على الأقل. إحنا عارفين إن القلة بتفرق بقى. الأقل هي أصلاً كانت الكلمة اللي بتعبر عن القلة في الذي يعد اسمها few والذي لا يعد اسمها little. طيب لو أنا بقول الأقل صيغة تفضيل هنا على المستوى الكلي أو ما بين واحد ومجموعة، اسمها إيه؟ يا إما the fewest أو the least. the fewest أو the least. the fewest الأقل، بس يجي وراها countable noun يعني اسم يعد. The least الأقل برضو، بس يجي وراها uncountable noun اسم لا يعد. طب ناخد examples. تعالوا الأول في the fewest الأقل اللي هي بيجي وراها countable noun. أول example: Mona has the fewest books. Mona has the fewest books. يعني Mona عندها أقل كتب. Mona هي اللي عندها الأقل من الكتب، يعني هي أقل واحدة. هنا بقى ما قارنتش بينها وبين حد، لأ، ده هي الأقل. أحمد has the fewest shirts in the family. أحمد has the fewest shirts in the family. يعني أحمد عنده أقل عدد من القمصان في العيلة كلها. يبقى تفضيل على مستوى العيلة كلها، مش ما بين أحمد ومحمد مثلا، ما بين أحمد وحد تاني، لأ، أحمد والمستوى الكلي في العيلة كلها. يبقى قلت the fewest، وجي بعدها طبعا لازم اسم يعد، إذن جمع زي box shirts في المثالين اللي قلتهم. أما بقى الأقل اللي هي مع الذي لا يعد،
وبمعنى الأقل، يعني صيغة تفضيل على مستوى الكل أو ما بين واحد ومجموعة. اسمها إيه؟ The least. The least. طب تعالوا ناخد examples. Mona has the least money. Mona has the least money. يعني منى عندها الفلوس الأقل. طبعا أنا عارفة أن كلمة money نفسها لا تعد، لما أنا أجزأها بقى جنيهات دولارات الكلام ده في الحالة دي بقول أنها بتتعد، لكن money نفسها لا تعد. إذن the least money، الأقل في الفلوس. My sister drank the least amount of juice. My sister drank the least amount of juice. يعني أختي شربت الكمية الأقل من العصير. طبعا أي سائل بعمله على أنه لا يعد، لأن طبعا أنا مش هينفع أعده طول ما هو سائل كده. هقول لكم بقى ملحوظة صغيرة النهاردة. لو أنا عايزة أتعامل مع الذي لا يعد على أنه يعد، يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني أنا فاهمة أن العصير لا يعد، فاهمة أن water مية لا تعد، فاهمة أن rice رز لا يعد، فاهمة أن كلمة money لا تعد. لو أنا عايزة أتعامل مع كل الحاجات دي على أنها تعد، في الحالة دي هعمل إيه؟ هو العصير لو أنا صبيته في كوبايات مش في الحالة دي هيبقى بيعد؟ المية لو عبيتها في أزايز مش في الحالة دي هتبقى بتعد؟ يعني في الحالة دي هقول إيه؟ cups of juice يعني كوبايات من العصير، bottles of water يعني أزايز من المية أو زجاجات من الماء، يبقى في الحالة دي هي بقت إيه؟ بقت بتعد. يبقى احنا من خلال الثلاث فيديوهات اللي اتشرحوا على الكاونتابل ناونز والانكاونتابل ناونز قدرنا نفهم ان احنا بنتعامل مع القلة والكثرة من حيث اربع كلمات: many, few وmuch وlittle. many وfew الكثرة والقلة مع الذي يعد، وmuch وlittle الكثرة والقلة مع الذي لا يعد. تمام كده؟ لازم تتفرجوا على الفيديوهين دول الاول وبعد كده الفيديو دوت عشان نقدر نحل الاكسرسايزز اللي معانا النهارده، لان هتبقى اكسرسايز شامله على ثلاث فيديوز. اول اكسرسايز بيقول علياء has وسبت لك فراغ books. الاختيار ما بين the least ولا the fewest. نركز كويس عشان نعرف هنختار ايه. الاكسرسايز التاني: ابراهيم has وسبت لك فراغ time to read stories. وقلت لك الفراغ ده هكمله بايه؟ many ولا little ولا few. تالت اكسرسايز: the وسبت لك فراغ number of tourists. the سبت لك فراغ number of tourists visit Egypt in winter. بيزوروا مصر في الشتاء. يعني ايه العدد؟ العدد الايه من السياح بيزوروا مصر في فصل الشتاء. قلت لك اختار ما بين least ولا most. الexercise number 4: safe has وسبت لك فراغ pens than اروى. خلي بالك من كلمة than، عشان كده بقول لك لازم تتفرج على الفيديوز اللي قبل كده. هنا هختار ما بين less ولا fewer. less ولا fewer. الاكسرسايز الاخير: طارق has got وسبت لك فراغ friends in his class. الفراغ ده هكمله the fewest, fewer, the least. the fewest ولا fewer ولا the least. طبعا هستنى الإجابات بتاعتكم إن شاء الله في الكومنتس، وبأكد عليكم مرة كمان لازم تتفرجوا على الفيديوهين التانيين: more, much, few, little و more than, fewer than, less than. والنهاردة خدنا the most, the fewest و the least، وإن شاء الله تكونوا فهمتوهم كويس. واستنوني عشان بعد كده بقى هنبدأ نقارن ما بين الصفات. باي باي.